السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل متابعين جيش هنا الرحمن المصري، يا رب عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير، أهلا بكم في حلقة جديدة من سول ماسك. طبعا إحنا هنبتدي سلسلة جديدة بعيدا عن الجيم بلاي اللي إحنا بنعمله. السلسلة دي اسمها تيبس أند تريكس، اللي هي النصائح والحيل. هنشرح بيها اللعبة بالتفصيل، كل حاجة بتتعمل إزاي، إزاي نعمل فارم، شرح حاجات معينة، إزاي نجيب حاجة معينة، كل الكلام ده هنبتدي في السلسلة دي إن شاء الله. السلسلة دي أنا كنت قايل عليها من بدري، أنا عارف إن أنا اتأخرت عليها، معلش سامحوني والله. يعني انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اعمل فيديوهات كتير سواء في اللعبه دي او اي لعبه تانية، المهم ان انا بحاول ان انا انزل على قدر الامكان في القناه. بس زي ما احنا اتفقنا قبل كده ان هم هيبقوا 3 ايام، حد وثلاث وخميس، ده الايام الاساسيه بتاعتنا. وفي الايام التانية هحاول ان انا انزل فيها فيديوهات صغيره او من لعبه تانية، او انا مثلا مصور قبل كده وهنزلها. المهم عشان ما نطولش الحلقه دي، الحلقات يعني عموما المفروض ان الحلقات دي هتبقى صغيره. انا بديك بس الفكره كلها عن البلاي ليست اللي احنا هنعملها. بعد كده هتبقى شرح حاجات بسيطه جدا باختصار وبشكل مفيد وبشكل مباشر ومن غير ما نطوف في اي حاجه، تمام؟ اول حلقه احنا هنعملها الا وهي ان احنا نشرح الترايب مين بتاعنا، اللي هي الشخصيات اللي انت بتعمل لها تيم، تمام؟ طبعا الشخصيات دي عشان تعمل لها تيم المفروض ان انت في اكتر من نوع ممكن تعمله تيم. في حاجه اسمها اوت كاست ده بيبقى زي متشرد كده، ممكن تلاقيه في اي مكان. طبعا بيبقى موجود في اماكن كتير جدا، وخصوصا المكان بتاع البدايه. يعني المكان بتاع البدايه جنب الفاير هنا في ناس، في ناس هنا بطول الشط ده تحت، كل ده كده بيبقى في ناس. ازاي بندايم الكلام دوت؟ انت مجرد ان انت بتضرب الشخصيه دي لغاية ما هيلسه بيجي 10% أو أقل، بس خد بالك عشان ما يتقتلش، ده أهم حاجة. أول ما بيجي كده بتظهر علامة الإي بيقول لك انتراكت معاه. مجرد أنت بتعمل انتراكت، الانتراكت دوت بيعمل زي أنيميشن بتاع كأنه بيخطف الصول منه كده، أول شيء الروح بتاعته يعني. بعد كده أنت المفروض أول ما يعني أول ما تعمل الحركة دي ويقعد يقع على الأرض، المفروض إن أنت بتديله باندج عشان الهيلث بتاعه يعلى، ولازم تديله اكل. بس خدوا بالكم مش اي نوعيه من الاكل، تمام؟ لازم يكون نوعيه معينه، يعني تكون سوائل، تمام؟ سوائل زي ايه؟ يعني مثلا لو جينا على الكوكينج هنا عايزين اي حاجه تكون سوائل، مثلا زي بروس ده انتوا هتلاقوه في الصناديق كتير جدا، يعني مش هتعملوه اصلا. يعني انا في البدايه زي ما قلت لكم انا تقريبا كل اللي انا متيمه في الحته هنا اهو، كان في ناس بتبقى قاعده هنا، كان بيبقى في اتنين ومعاهم صندوق. اي اتنين هتلاقيهم لازم تلاقي معاهم صندوق، تمام؟ طالما في البدايه وهم اوت كاست، حتى اللي موجودين على الشط يعني نيمهم وافتح الصندوق هتلاقي فيهم البروز ده، تمام؟ البروز ده زي شوربه كده، بتدي له هيلث ومش عارف ايه. المهم ان هي عشان الجوع، يعني المهم كلها ان هو تخلي بالك من الهيلث، تخلي بالك من مؤشر الجوع ومؤشر الميه، تمام؟ كل ما كان النومه بتاعته مريحه كل ما كان اسرع في عمليه التيم. يعني لو اخدت واحد من دول مثلا تيمته وسبته مثلا في الارض في الغابه مثلا ولا كده، هتلاقي المود بتاعه او الريكونايزيشن بتاعته بتطلع واحده واحده. المفروض ان هي لما بتوصل ل 500، يعني مثلا ده واصل ل 500، ده اخره 500 معايا، تمام؟ في ناس ثانيه بتوصل ل 1000، في ناس ثانيه بتطلع واحده واحده. يعني مثلا ده لسه متيمه دلوقتي، ده طالع مثلا 700 واحده واحده، بعد كده بيطلع. خليني مثلا اوريكم واحد 1000 زي ده مثلا كده، بقاله معايا كتير، فالريكونايزيشن بتاعه يعني ده اللي هو الاعتراف بالقبيله او الاعتراف بيها كقائد يعني، فهو وصل معايا 100%، تمام؟ فهو مجرد ما هو بيبقى نايم وبيوصل ل 500، انت بتروح عنده هتلاقي ان هو بيقول لك، انا مش فاكر الكلمه بالانجليزي بالظبط، بس هو بيقول لك دوس على حرف الاي عشان خاطر تخليه يعمل جوين للترايب. وخد بالك ان هو ده بتبقى ماكس، يعني ليك ماكس ليميت في كل ليفل، تمام؟ الماكس دوت ممكن تعليه باختصار لو دوست على حرف الواي في الكيبورد، المفروض ان هو بيفتح لك الماسك نود دي. في عندك السكلايه ديت، تمام؟ انهيرمنت، تمام؟ معلش الانجليزي بتاعي في النطق ضعيف شويه. المفروض ده بيقول لك هو دي انا معليها 3 مرات، تمام؟ اول مرة بيبقى معاك 3، بعد كده بيبقوا 9، بعد كده مش عارف بيزيدوا، بعد كده يعني دي اخر سكلاية معايا ازود 30 واحد موجود معايا في الترايب، تمام؟ دي كل ما بتعليها كل ما بيبقى ليك الامكانية ان انت تدخل ناس اكتر معاك، تمام؟
فدي لما بينام على الارض، طبعا زي ما قلت لكم الاورجانيزيشن بتاعته بتطلع واحده واحده، بس لو هو نايم المفروض انت ممكن تعمل له بيك اب، يعني تشيله من على الارض، ولو حطيته على السرير ايا كان نوع السرير، يعني مثلا انا هنا عشان اعمل له ابجريد ليفل 2، مجرد ان انت بتحطه على السرير هو بيقول لك، يعني اول ما تضغط على السرير كده يقول لك سليب، هو اوتوماتيك بيحطه على السرير. تمام، البار بتاعه بيعلى بسرعه جدا، تمام، اسرع من ان انت بتسيبه على الارض، ان هي تبقى نومته مريحه، بس هي دي الفكره كلها. فمجرد ما بيوصل ل 500 بتروح له بتدوس عليه حرف الاي، بتبدا تخليه يعمل جوين معاك للترايب، بعد كده بيبقى الترايب ميت بتاعك. تمام، تقدر بقى بعد كده تشرح له، يعني تخليه شوف انت عايزه يعمل ايه بالظبط. يعني مثلا على سبيل المثال لو جينا على ناس لسه متيمها، على مثلا سبيل المثال ده انا قبل ما اقول لكم الحته دي، لازم تبقوا عارفين ان اتركه ان هو في انواع من الناس دي. الناس دي في اول واحد اوت كاس اللي هو بتبقى موجود زي ما قلت لكم في المناطق اللي هنا دي كلها، اللي هي كبدايه يعني، وموجود على طول الشط كله. تمام، في اكتر من نوع ترايب تاني، في عندك ترايب بتاع الفلنت اهو، حتى اسمه جارديان اللي هو تاني سطر، جارديان فلنت ترايب دوت. معظم اللي فيه اكتريته وركر، يعني لو انت عايز حاجه مثلا ان هو يعمل لك كرافت او يعمل لك اي حاجه، فالترايب دوت تقدر تلاقي منه ناس هتساعدك في ان انت تعمل كرافت لكل حاجه. تمام، في اي حاجه عموما، في اذا كان بقى فارم او كلين او مايننج، ايا كان الابيليتي اللي موجوده، هنتكلم على الابيليتي دي بالتفصيل. في الترايب التاني اللي موجود حاجه اسمها كلاود ترايب. كلاود ترايب ده اكتر الناس اللي فيه هي الوريورز، يعني انت لو عايز حد الوريور بتاعه او عايزه عشان تاتك بيه، يعني تعمل بيه اتاك والكلام دوت، فهو دايما تروح على الكلاو ترايب. انا حتى معظم الناس اللي انا جايبهم عندي دلوقتي موجودين من كلاو ترايب، عشان بحاول ان انا اشوف حد يكون السكيلات بتاعته كويسه. يعني بصوا حتى ده مثلا ماستر لابوردر من كلاو ترايب، ده نوفا جارد من كلاود ترايب، نفس الكلام اللي انت بتقيمه. يعني مثلا ده اوت كاست، ده هتلاقيه من اول الناس اللي دخلت معايا، ده نفس الكلام اوت كاست. اوت كاست يعني في ناس كتير اوت كاست. في مثلا ده من فرنت ترايب، ده الوحيد اللي تقيمته اصلا من فرنت ترايب. محتاج ان انا اروح تاني هناك، يعني حتى ده هتلاقوني معلي السكيلات بتاعته. في حاجات كتير قوي بيتعملها بقى كرافت، هنتكلم على الموضوع دوت، يعني هنتكلم على كل الحاجات دي بالتفصيل. دي كده كان تالت ترايب. في الترايب التاني بقى حاجة اسمها بلندرر. بلندر ده ما ينفعش تعمل منه أي حد خالص خالص. تمام، إيه السبب؟ لأن ده عامل ترايب زيك بالظبط، يعني الليدر بتاع البلندر ده لابس ماسك زيك بالظبط. تمام، فده ما ينفعش تقيم منه حد خالص. حلو، في ترايب تاني بس انا لسه ما فتحتش المكان بتاعه، اسمه فانج ترايب. فانج ترايب ده كل الحاجات اللي فيه ابيليتيز ليها علاقه بالهيلينج، يعني الابيليتيز بتاعت الهيلينج اللي هو ايه، مثلا يهيل بسرعه، يبقى تيم ميد مثلا يديله بافايل الهيل، مش عارف ايه، نفس القصه يعني. فدي كده دي كل الترايبز اللي موجوده في اللعبه، هم تلاتة ترايب تنفع تتايم منهم، وواحد ما ينفعش بيبقى زي الليدر بتاعه زي لابس ماسك زيك بالظبط، والخامس اللي هو الاوت كاست، ان انت يعني متشردين تشوف هتلاقيهم اتنين او تلاتة مع بعض، حتى ممكن تلاقيهم في الرينز وهكذا. حلو، ده كده كان بالتفصيل الناس وانواعها والترايبز اللي هم فيها والكلام ده كله. تمام، تعال بقى نشرح الشخصية نفسها او الترايب مين نفسه بيبقى عامل ازاي. نيجي مثلا على سبيل المثال من الناس اللي انا لسه مقيمها دي، انا لو رحت دوت في البار اللي هو ظاهر في الجنب ده، طبعا اول واحد ده الاتش بي، تاني واحد ده الجوع، بعد كده العطش، بعد كده المورال، ده اللي هو وسيله الراحه بتاعته، اللي هو من الاخر ده، يعني ده برضو انت عندك وسيله الراحه، يعني لازم تنام، تريح، لازم تقعد تاكل، مش عارف ايه الكلام ده كله. بعد كده اللي تحت دي اللي هي الريكونايزيشن، مش صحيح في الانجليزي، الريكونايزيشن اللي هو الاعتراف بالقبيله او الاعتراف بيك كقائد يعني. بعد كده المود بتاعه هو عامل ازاي في القبيله، مبسوط، زعلان، مش عارف ايه الكلام ده كله، لان المود لو نزل خالص او بقى فيه مشكله في الترايب هو هياخد بعضه ويمشي، يعني هو مش هيستناك، هو هيمشي من الترايب خالص. تمام،
بعد كده اللي هي بيقول لك انتراكت، اللي هي دوس اي ان انا عشان افتح الانفنتوري بتاعته. تمام، طبعا انا فتحت الانفنتوري بتاعته، اقدر احط له اكل، احط له حاجات، اسحب منه حاجات، نفس القصه في الحاجات دي كلها. تمام، ممكن مثلا معايا لبس، ادي له اللبس ده يلبسه، ادي له سلاح معين، مثلا هو بيلعب بسلاح معين فانا فتحت الانفنتوري بتاعته بدلته. ممكن طبعا ابدل الحاجه بتاعتي، انا ممكن مثلا جير ايتم، يعني ممكن اعمل كويك سينج ان هو يبدل الايتمز مره واحده، يعني مثلا اخليه يبدل الجير اللي هي الايتمات دي كلها، اخليه يبدل الانفنتوري. طبعا هو دي مالتي سيلكت، انت تحدد انت عايز ايه بالظبط. الانفنتوري ايتم حد يشيل كل اللي هنا ينقله له، تمام، ويبدل اللي هنا، يعني يبدل ده بده. حلو، يعني مثلا انا لو على افتراض ان انا حبيت ان انا ابدل الجير، مجرد اعمل كده هو هياخد اللي هنا ينقله من هنا، واللي هنا ينقل هنا. تمام، طبعا ارجع كل ده نفس الحركه بالظبط، نفس الفكره مع الانفنتوري، هو بياخد الانفنتوري نفسها ينقلها من هنا لهنا. نفس الفكره مع شورت كات، الشورت كات ده يقصد بيها الهوت بار نفسه، يعني لو عملت كده هتلاقي الهوت بار اتنقل من هنا لهنا. حلو، في سيف ريفرنس سيتنج، دي بتسيف المفروض اللي هيحصل هنا. تمام، يعني انا مثلا ده على افتراض ان انا عملت كده مثلا، وعملت كده ورجعتها تاني، تمام، هو بدل كل حاجه، فانا ده سيفت معاه. طبعا انا لو فتحت الانفنتوري بتاعته هو المفروض ان هي تتسيف، يعني هي المفروض ان هي تتسيف. تمام، مش عارف ما سيفتش ليه، ممكن تبقى واجهه او حاجه، بس دي اللي هو ايه السيتنج عموما، ان هي بسيف الحاجه دي، يعني ده المستقبلا بعد كده هيحصل معايا يعني. تمام، ده كده بشكل عام الانفنتوري. طبعا انا مثلا لو عايزه، لو هو مثلا بيعمل كرافت ومعاه ايتمز على طول، وفي ايتم معين مش عايزه يحطه في الانفنتوري، لان هو كل اللي معاه يحطه في الانفنتوري، بكل بساطه ممكن اجي ادوس كليك يمين واقول له سيت بريفرنس، او ادوس حرف الزي، يعني كل دي الحروف، يعني مثلا لو دوست زي هيعمل سيت بريفرنس، اي عشان يعمل الكومنت، اس عشان يعمل سبليت الايتم مثلا، يعني ده اتنين وعايز ارمي مثلا حاجه لصاحبي وكده، ترانسفور بحرف الكيو عشان من هنا لهنا الانفنتوري بتاعتي، والديسكارد ان انا اوقع على الارض. تمام، طبعا ده كده، يعني مثلا انا المفروض لو دوست حرف التي، حرف التي بيسحب كل الانفنتوري بتاعته عندي، فانا لما دوست حرف التي وده معمول بريفرنس فهو مش هيسحبه. تمام، هي دي الفكره بالظبط، يعني ده اللي انا بتكلم عليه. لو رجعت دي تاني فوق كده، تمام، وشلت بقى البريفرنس دي، دوست حرف دي تاني، هلاقي كله ايه اتعمل معايا. تمام، ده كده بشكل عام الانفنتوري والسيلينج بتاعته، ايه اللي بيحصل بالظبط في دول. تمام، طبعا انا هنا انا بعمل كل دول ريفرنس بالنسبه لي، او زي فيفوريت كده، عشان خاطر ما يتحطوش في ال في اسف في الشيست، وانا بعمل كويك ترانسفير، لان انا لما بروح هناك بعمل كويك ترانسفير على طول. تمام، فانا مش عايز دول يتحطوا هناك على طول، يعني عايزهم معايا في الانفنتوري، حتى لو دوس حرف التي، اسف حرف الجي، عشان ينقل من ده للانفنتوري بشكل عام. طبعا الحاجات الحروف اللي انا بتكلم عليها موجوده كلها تحت اهي، يعني مثلا جي عشان تنقل من الانفنتوري بتاعتك للانفنتوري التانية، وتي عشان تسحب كله. تمام، المهم عشان ما نطولش، لو جيت مثلا على ده ودوست حرف علقت ايدي على الاي، اول ما بتظهر اللوحه دي انا ممكن اشيل ايدي من الكيبورد عادي خالص. عندي حاجه اسمها كنترول، كنترول ده ان انت تتحكم في الشخصيه او تلعب في الشخصيه دي. طبعا في الاول خالص مش هتلاقي كنترول دي موجوده، بسبب بسيط، ان دي المفروض سكلايه تتفتح في الماسك نود عشان خاطر تتعمل. تمام، دي انيو سكلايه، دي سكلايه اسمها كنترول، وما ينفعش تتفتح بالكريستال، دي بتتفتح من تمبلت او رينز، هما ثلاثه رينز بس اللي موجودين في الاول. الرينز دي اي رين، مش الابيض بقى، اي رين موجود باللون الاصفر. طبعا هو في البدايه هنا في الايزي زون او الستارت زون، يعني هتلاقي ثلاثه، واحد فوق، واحد في النص، واحد تحت. تمام، دول الثلاثه اللي بتروح تفتح فيهم الاسكلايه دي. انت مجرد ما بتروح هناك بيبقى فيه بتاع حوالي اربع افراد او خمس افراد بتقتلهم، بعد ما بتقتلهم في زي جهاز كده بتروح تقف عليه، بتعمل انتراكت عليه، بتعمل هولد على الاي، بيعمل زي ريبيل للماسك، بيعمل لك ريستور للداتا اللي ضاعت من الماسك. تمام، اللي هي المفروض ان دي داتا اتعمل لها ريستور، فبيقول لك ازاي تقدر تتحكم بالماسك ده في اي حد تاني. تمام، طبعا دي اللي بيخليه يظهر. ورحت ماشي ماشي، المدوس بقى حرف الاي بيدوس كلمه كنترول. طبعا انا لو دوست على كنترول واخترتها ببدا اتحكم في الشخصيه والعب بالشخصيه عادي خالص. تمام،
والغرض من ده ايه؟ الغرض من دوت ان انا لو رحت مثلا الشخصيه بتاعتي تانية، اقولها لكم سريعا كده، لو دوست لو فتحت التاب او دوست حرف الاو ورحت على البريفنسي ده اللي هي تانية واحده، هلاقي ان الماكس كاب كل حاجه عندي من الجنب اليمين كده، كل ده كده كل حاجه 50 ماكس، السكلايه او ماكس الكومباكت او ماكس كل حاجه في الكرافتنج هي 50، دي الشخصيه بتاعتك تمام. اللعبه قصدها تعمل ده ليه؟ ليه؟ عشان خاطر تستخدم السكلايه بتاعت الكنترول. فالمفروض ان انا مثلا هلعب يعني مثلا على سبيل المثال، خليني اوريكم حد مثلا، انا مش عارف ليه الاسامي مش باينه، انا عايز اوريكم حد من الويبون ماستر، خليني بس اناديله على سبيل المثال مثلا، ماشي خليني انادي ده، هو هيجي دلوقتي يعني، مجرد انا بعمله دبلو هو جه تمام. ده كويك سريع كده يعني، لو حد عايز المفروض ان هو بدوس تاب في العلامه دي، بعد كده بيبقى فيه ثلاث علامات تمام، ثلاث علامات دول ان هو ده يعني تعمل له ديبلوي، ان هو يجي يعمل لك فولو، والورك ورك بوز ده لو هو شغال مثلا توقفه عن الشغل خالص، واللي بعدها ان انت تحط علامه فين عشان تعرف هو مكانه فين تمام. طبعا دي اللي انا كنت عاملها الويبن ماستر، طبعا انا عملت عليها ودوست كنترول، انا كده بقى معايا الشخصيه دي اقدر العب بيها. لو دوست حرف الاو فتحت بريفنسي، هتلاحظوا ان كل حاجه هنا ليها كام مختلف، يعني مثلا ده 90 81 90 98 105 111. طبعا ده بيفرق معانا في ايه؟ بيفرق معانا ان الماكس كاب او اعلى كاب ممكن تلعب بيه هي 120. هتلاقي كل الكلام ده في اي حاجه هنا اهو، ان كل واحده من دول بتعمل حاجه شكل، يعني مثلا ده الاوت بوت كل ما تعلى زود بوت اوت بوت اسف، او تعمل الكوكينج، حتى في السلاح ممكن تزود حاجه معينه، مثلا تزود في الدمج بشكل عام، ده دمج في الاس تي اي، ده دمج في الفريزيل، ده مثلا تقلل السمنه كوست وهكذا تمام. كل سلاح في الموضوع ده كله، فانت المفروض ان انت بتشوف شخصيه ليفل 120 مثلا تبقى دي المين بتاعت سلاح معين، يعني مثلا انا كان عندي شخصيه 120 في الهامر ودي ماتت مني في الحلقه اللي فاتت للاسف، ففي ناس تانية يعني مثلا خلوني اجيب ويبون ماستر تاني، انا عندي اكتر من واحد يعني بيلعب بالحاجه دي، وفي ماتس في السلاح معين مثلا، انا قلت له يعمل لي ديبلوي اهو، خليني اعمل له كنترول وادوس او وافتح ده، برضو مش ده. المهم يعني يعني هي الفكره وصلت. انا كان في واحد ويبو، انا عندي ناس كتير ويبو ماستر، انا فاتح ايه معلش انا مؤاخذه، خليني مثلا اجيب ده مثلا، هما اساسا مش عارفين يتحركوا من الزمن، خليني اعمل له سيت لوكيشن بس عشان يتحرك تمام. فبس عشان ما اطولش بس عليكم، انا زي ما قلت لكم هي الفكره كلها من موضوع الكنترول دوت تمام، ان انا اتحكم في شخصيه تكون اعلى مني في الكاب، فبالتالي الدمج بتاعها هيكون اعلى، لان كل ليفل ليه حاجه بتاعته. طبعا انا بتكلم ان انا دوس مثلا حرف الاو عندي وفتحت التاب بتاعت بريفرنسي، لو فتحت كل واحد من دول مثلا على سبيل المثال الهامر، فالمفروض ان دي الابيليتيز بتاعتي في ليفل 50 في الهامر تمام، ان هو مثلا مالتي بلاير انكريز 25%، انكريز دامج اس تي اي 50، تحت 50، تحت 5، 2.5، وممكن ازود كل واحده من دول او كل واحده من دول من خط عن طريق الاسكلايه اللي انا هستخدمها تمام. طبعا الحاجات دي بتعلى مع كل ليفل تمام، فبالتالي انت المفروض لما تلاقي حاجه ليفل 120 او الماكس كاب بتاعها 120 في اي سلاح، في الاسلحه اللي انت بتحب تلعب بيها، يعني انا شخصيا بحب العب بالبليد او بحب العب بالهامر، فدي هتبقى افضل لك تمام، لان انت كل ما تعلى في الكاب دوت بتعرف تزود القيمه بتاعه ده، لان كل واحد بيزود حاجه مختلفه تمام. يعني اتمنى تكون وصلت الحته دي او الفكره دي كلها في الكاركتر او البريفرنس بتاعته يعني، لان دي مهمه جدا في حته الكنترول تمام. الاوبشن الثاني بقى هو الديبلوي، الديبلوي دوت ان انت بتخليه يعمل لك فولو
او ان انت تتحكم في الشخصيه دي. عندي في الجنب على اليمين ظهر كده اسمه، اللي هو اسمه بليد، وبعد كده البار الابيض ده اللي هو الهيلث بتاعه، بعد كده الاوبشنات بتاعته. تمام. طبعا اف واحد دوت، لو انت مثلا رحت على انمي وبتاع دوست اف واحد، هو بيروح يعمل اتاك على اللي عليه. طبعا انا مهما دوست، يعني انا بدوس دلوقتي، هو مش هيعمل حاجه لان مفيش تارجت انا باصص له اصلا يعني. تمام. فولو مي دي، طبعا دي مش محتاجه شرح، هو كل اللي بيعمله ان هو بيجري ورايا. ممكن اقول له مثلا ستي هير، لو دوست اف 3 اهو ان انا بوقفه هنا وببعد مثلا عنه. بعد كده لو عملت هولد الاف 3 هيظهر سهم، السهم ده انا بروح اقول له روح اقف هناك. يعني شفت هو عمل ايه؟ هو راح عمل هناك. لو جيت تاني دوست هولد اف 3 هيظهر السهم ويقف مكان ما انا عايز اهو، ويجي هنا عادي. تمام. ده كده الفولو والستي والموف. تمام. التلاتة اللي تحتيهم بقى الاف 4 دي، ده بيقول له اكتف اي حاجة في سكتك اضربها، اللي انت هتلاقيه اضربه. حلو. لو دوست اف 5 ده بيعمل اسيست مود. الاسيست مود ده لما انا اجي اضرب تعال اضرب معايا، غير كده انت ما تضربش. حلو. اف 6 ده باسيف، لو اتضرب هيجري. تمام. لو اتضرب هيجري. رقم 7 دي بقى، لو انا وقعت على الارض ودوست اف 7 اقول له سيف مي، يعني سيب الضرب وتعالى الحقني. تمام. رقم 8 لو دوست اف 8، هو كنا بعمله بعمل اند ديبلوي، فبقول له انت مع حياتك روح اقعد بقى، او روح اشوف هو هيعمل ايه. يعني هو كده عملت اند ديبلوي، هو مش متابع الاوامر بتاعتي، بقول له هيروح يقعد، او ان هو مثلا مسؤول عن كرافت او حاجه فهيروح يعمل الكرافت وهكذا. تمام. لو رحت بقى كملت، نيجي بقى لايه الاهم تيبل كل واحد فيهم. التريب مين وورك دي الصفحه اللي بقول له هيعمل ايه فيها، او هيعمل إيه وظيفته ايه في الترايب. تمام. ولو خدتوا بالكم ان هنا دي كده السكيلات بتاعته عشان يقول لي ده حلو في ايه. تمام. فده بقى كاب، يعني بص ده كاب معدي ال 120، ده جايب 123. يعني انا لو فتحت ده كده، لو عملت له كنترول وفتحت الاو اهو، الكاب بتاعي 123. طبعا كل ما يعلى في الليفل، يعني بصوا ده 70 وانا لسه ليفل 74. حلو. طب ما بالكم بقى لما بيوصل 123، فالدمج هنا هيبقى حاجه جباره خالص جدا يعني. فعشان كده انا انصح ان انت تلاقي شخصيه كل ما كان الماكس كاب بتاعها اعلى كل ما كان افضل. تمام. خلوني اعمل كنترول للشخصيه بتاعتي. بعد كده تعالى هنا ونعمل التراب مين وورك عشان نشرح الكلام ده كله بقى. التراب مين وورك ده الفكره كلها ان هو بيقول لك هو كويس في ايه، والكاب بتاعه بكام، الكاب بتاعه كام. تمام. لان هو مثلا على سبيل المثال لو المايننج 90، فانا كده مثلا لو افترضنا ان هو ان انا اخليه يعمل مايننج، فهو ده هيبقى كويس للمايننج لان هو هيبقى فاتح الكاب الثالث. تمام. لان اول واحده تقريبا 30 وبعد كده 10. خلينا نتاكد. لو دوست مثلا حرف الاو ورحت هنا، اول واحده 30، بعد كده 60، بعد كده 90، بعد كده 120. يعني بتزود 30 كل فرق 30 او كل 30 ليفل بتبدا تتحكم فيها وتعلي فيه. تمام. طبعا كل مكان برضو المايننج اعلى كل مكان السبيد، كل مكان الاوت بوت ان هو يديك اكتر الديورابيلتي بتاع السلاح يقل، الاستامنه بتاعتك للسلاح بتاعها يقل وهكذا. تمام. طبعا ده في كل حاجه، كل حاجه ليها الحاجه بتاعتها. يعني مثلا في الكرافت مان دي تولز هنا بتقول له مثلا الكوست بتاع الماتيريال هيبقى اقل، السبيد هيبقى اعلى، الاوت بوت ده الكواليتي بتاعت السلاح هتبقى عامله ازاي. يعني مثلا بدل ما اطلع سلاح كومون، لا انا ممكن اطلع بعد كده الانكومون اللي هو لونه اخضر، بعد كده مثلا البلو، بعد كده البنفسجي، بعد كده الذهبي، بعد كده الاحمر اللي هو اعلى واحد فيهم. تمام. اللي هو موجود عندي في شورت كات وفي اللبس برضه، يعني بخليهم يعملوا كرافت لنفس الحاجه عشان خاطر يطلع. يعني ما علينا، هنتكلم في الموضوع ده بعد كده في فيديو تاني. المهم خلينا بقى نعمل في ترايب مان وورك. زي ما قلت لكم ان هو كل ما الكاب بتاعه بقى اعلى في الحته اللي انا عايزه يعملها هيبقى افضل، عشان خاطر ده هيخليه احسن ويطلع اوت بوت اعلى والكلام ده كله. تمام. طبعا انا لو عايزه يعمل ورك حاجه معينه هدوس على البلس، هتظهر لي حاجه اسمها ورك بلان. ورك بلان دي فيها اكتر من تايب. تمام.
كل تايب من دول هنشرحه بمختصر كده. اول واحد ده اوبريشن ورك برانش. يعني انا مش متذكر هي بتاعت ايه بالظبط، بس هي الفكره كلها ان انا بقول له هتعمل ايه فين، تمام؟ فانا مثلا هقول له ان هو ده في الفرن، الجول بتاعك ان هو هيعمل الحاجه الفلانيه، تمام؟ تقريبا اوبريت تورك بنش ده ان انت بتحدد له حاجه معينه يعملها في المكان الفلاني، تمام؟ يعني مثلا على سبيل المثال، لو افترضنا فان ده مثلا بتاعه الفرن، وقلت له انا عايز بتاعه الكوبر ودوست سيف، لو طلعت كده المفروض ان هو هيروح ياخد الكوبر ويروح يعمل التعديل. لو هو ما قامش او هو مش شغال، ممكن اقف عليه واروح على تريب مين ورك واروح هنا. هو هنا بيقول لي ايه اللي فاضل، يعني مثلا هو هنا بيقول لي ان ورك جول بينز از اكيوبيتد باي اذر، يعني في واحد تاني شغال عليها، بيقول لي ان الورك بوزد، تمام؟ وصلت الفكره؟ يعني الفكره كلها ان انا بقول له ان في واحد، هو بيقول لي في واحد شغال تاني. فانا مثلا على سبيل المثال هو المفروض انا عندي ثلاثه، خلينا مثلا نجرب مثلا دي، وهقول له مثلا يعمل لي لا دي مش هتنفع عشان معيش للاسف ايرون. خليها مثلا البعيده، وخليه مثلا يعمل لي كوبر، ولازم ادوس ايه، خدوا بالكم ان حتى بعد ما عدلت لازم ادوس ايه، تمام؟ هو كده قام، كل اللي هيعمله هيروح على اللي فاضيه اللي انا قلت له عليها اللي هي دي، هيروح يجيب الكوبر ده، هيفضل يعملها ما لا نهايه، يعني مش هيبقى ليه عدد معين. يعني انا لو فتحت دلوقتي كده الانفنتوري بتاعته، اخد كوبر ملوش عدد لان انا ما حددتلهوش، تمام؟ هقول لكم ازاي نحدده دلوقتي. لو فتحت ده طبعا هلاقيه حط الانفنتوري وقعد يعمل كوبر ما لا نهايه، بقى هيقعد يعيد ويزيد فيه لغايه ما يقول يا بس، تمام؟ يعني هو على فكره الثلاث ساعات ده هو اللي حاططهم، لان انا ما حطيتش هنا كوبر اصلا يعني، تمام؟ لو مثلا عايزه يتحكم في عدد معين، فانا هقول له لا، بدل ما اسيب دي فاضيه فانا اقول له والله انا مش عايز اكتر من 100، يعني انت اعمل لي 100 بس، اعمل له سيف. هو هتلاقوه اخد الحاجه اللي هنا تقريبا، او راح يجيب تاني ويجي لا هو راح يحط اللي عمله اهو اللي هو الكوبر ده، راح حط اللي عمله، والمفروض ان هو هيعمل ال 100 ويقف، تمام؟ خلينا بس عشان ما يطولش، انا مش عايزه يطول في ال بص هو جه لقى واحد تاني شغال، بص بيقول لك سامون ايلس يعني اخد مكانه في الشغل، تمام؟ يعني بعد ما يفضل المفروض كده بالطريقه دي ممكن اتنين يشتغلوا على نفس البرانش، نفس البنش اسف، تمام؟ او ايا كان الورك شوب اللي هو هيشتغل عليه. دي كده كانت اول واحده. تاني واحده حاجه اسمها وايلد كوليكشن. وايلد كوليكشن دي ان هو بتجمع من المحيط بتاع الترايب او بتاع البون فاير، يعني الدائره الخضراء اللي بتبقى موجوده في البون فاير ده هو بيجمع من خلالها، تمام؟ فلما بقول له وايلد كوليكشن بقول له لوكيشن، اجمع له المكان اللي هو هيعمل فيه، فالمفروض ان هو لو المكان بعيد هو مش هيروح اصلا، تمام؟ دي كل العلامات اللي انا حاططها وكل البون فاير اللي موجوده. فانا هنا حاططها في بيز 2، فانا هقول له والله انت هتعمل وايلد كوليكشن في بيز 2 في المكان اللي انا قاعد فيه دلوقتي حاليا. بقول له الورك جول بقى انا بشوف هنا انا عايز اعمل ايه. اول واحده اللوجنج دي ان انا بجمع الخشب كله، كل انواع الخشب طبعا بما فيهم البرانش، بما فيهم اللوج او الهارد لوج، الثلاثه دول. بعد كده عندي المايننج، اي نوع من المايننج بقى، سواء توب سواء كوبر سواء تين، اي كان نوع المايننج. الهارفستنج ده بيجمع ورق الشجر، يعني بيجمع الشجر عموما عشان خاطر الفايبر وال واسمها ايه الساتش والحاجات دي كلها يعني. برضو نفس القصه، ممكن تسيبها له فاضيه عشان تخليها انليمتد، تمام؟ وي او تحدد له مثلا الكميه، تقول له والله انا عايزك تجمع لي من اللوجنج ده، انا مش عايز مثلا اجيب 100 او عايز 50 على حد اللي انا محتاجه بس. طبعا الستورج لوكيشن دي ممكن تختار نوع الاستورج اللي هيحط فيها، او تسيبها له تقول له اقرب ستورج عندك فاضيه حطها، تمام؟ في التشيكايه دي بتقول له التولز بتاعتك لو اتكسرت ارميها، يعني ما تخليهاش معاك، وانا كده بتقول له ارميها.
طبعا انا بالنسبه لي ما بفضلش ان انا افتحها، لان انا ممكن اخد منه التولز دي واعمل لها ريبير تمام ويبدا يستخدمها من تاني. هي دي القصه كلها يعني. ده كده كانت الوايلد كوليكشن. طبعا خدوا بالكم من التولز دي عشان ياخد تولز ويبدا ينفذ الاوامر دي. خدوا بالكم ان دي مهمه جدا، لازم يبقى عندك شيست من نوع تولز ويبقى جواه تولز اللي هيبدا يستخدمها. يعني مثلا لو هيعمل مايننج فلازم لازم الشيست. يعني خليني اوريكم، ده الشيست اللي موجود فيه التولز تمام. لو دوست هنا، هو هنا ما فيهوش غير حاجه واحده بس، خليني اشيلها وهقول لكم ليه دلوقتي. انا كده المفروض على سبيل المثال ان انا بقول له اول تايب، اول ما بتحط الشيست بيبقى بالعلامه دي تمام، او ما فيهوش علامات اصلا. فالمفروض ان انا افتح الشيست هدوس حرف ال L او ادوس تحت اللي هي ست ستورج ايتم. فلما بدوس عليها بيظهر لي الدروب داون دي بيقول لي انت عايز نوعها ايه بالظبط. فانا هنا هقول له تولز ان ده اللي انا عايزه. بعد كده ببدا احط لهم التولز، يا اما بعمله دراج او ان انا ادوس حرف الجي بروح ساحب كل التولز اللي عندي وحاططها هنا. كل التولز اللي مش بريفرنس، يعني لو دي معلقاش النجمه هتروح هناك زي ما قلت لكم تمام. فهو اوتوماتيك لو انا مثلا قلت له هارفستنج، يعني مثلا لو جيت انا وفتحت له وهو هنا معهوش اداه الهارفستنج حلو. فانا خلوني اوريكم هو هيعمل ايه بالظبط. خلينا مثلا نعمل ولد كوليكشن وعلى المكان بيز 2 وخليه يعمل هارفستنج ونشيله العدد ده ونعمل سيف. هو كل اللي هيعمله ان هو هيروح ياخد التولز، هيمسك التولز في ايديه ويبدا ينفذ الامر. يعني لو فتحت كده ادي التولز اللي هو اخد. طبعا هو ما خدش من الشيست اللي انا وريته لكم، هو اخد من شيست تاني حلو. فلازم يبقى فيه الشيست، والشيست ده يبقى فيه التولز اللي انتوا عايزينها تمام. خلوني بقى يعني نكمل الشرح في بقيه الحاجات التانيه. في الحاجه اللي بعدها حاجه اسمها ورك شوب كوليكشن. ورك شوب كوليكشن ده يعني تقريبا، خليني كده بس اتاكد من حاجه. الصراحة أنا ما جربتهاش قبل كده، ما أعرفش بتاعت إيه يعني ورك شوب كوليكشن دي. تقريبا ممكن يبقى حاجة تانية بس لسه ما فتحتليش في الوقت، يعني ما فتحتش في الوقت الحالي. في بقى ستور أيتيمز دي، لو هو معاه أيتيمز في الإنفنتوري بتاعته فأنا بقول له أنت هتاخدها من المكان الفلاني تمام. يعني مثلا على سبيل المثال عايز أنقل أيتيمز من بوكس مثلا لبوكس تاني تمام. فهقول له والله انت هتروح للبوكس مثلا على سبيل المثال اللي هو انا عشان خاطر انا ما بصممش، انا بحطهم كل انواع. فبقول له والله ان انت على سبيل المثال هتاخد من ميتال شيست ده، تروح والله تحطه لي مثلا في ال اسف ده الجول او النوع الايتم اللي انت هتاخده. اقول له مثلا والله انت هتاخد ايه، هتاخد كلي تمام، تسحب من الميتال شيست هتسحب منه كلي. فهو هيروح على الميتال شيست اللي انا حددته له، هروح واخد كل الكلي حطه في شنطته بس. ده اللي هو هيعمله تمام. الستور ايتم دي اسف هياخد من شنطته يروح يحطها في الشيست اللي قلت له عليه تمام. يعني انا هنا على افتراض ان انا معايا كلي في شنطتي وعايز اروح اخليه يروح يحطه في مكان معين او في شيست معين تمام، فهو هيروح يحطه في الشيست ده اللي انا حددته له خلاص. عكسها بقى اللي انا اسحب من صندوق او اسحب ايتمز من صندوق. فانا لو دوست هنا اهو المفروض ان انا بقول له انا في اللوكيشن هروح المكان ده اللي احط فيه على افتراض الميتال شيست، وهاخد من شنطتي مثلا الكلي. فانا هنا اسف هسحب من الشيست ده للانفنتوري بتاعتي هسحب كلي تمام. يعني دي عكس الثانيه كنت باخد من شنطتي احط في الصندوق، في دي هاخد من الصندوق احط في شنطتي تمام. الفارم مانجمنت دي ما اظنش ان هي هتظهر، لان انا عندي واحد مهتم بالموضوع دوت. ممكن نخلينا نشوفه، خلينا بس نقفل دوت وخلينا نشوف بتاع الفارم. انا مش فاكر اسمه، تقريبا هو دوت. انا لا اهو لو رحت مثلا هنا، هو هنا لا ده مش بتاع الفارم، اسف بتاع الفارم ده اللي هو بتاع الزرع. يعني انت لو عندك لاند فارم او كده، فارم لاند اسف، وبتزرعها والحاجات دي كلها، فدي بتهتم بالجرين. يعني لازم يبقى عندك جريني عشان خاطر تلاقي حد يعمل مانجمنت عليه، يحط لك الزرع والكلام ده كله. يعني مثلا الست دي استنى بس، مثلا لو فتحت تراب مين
عندي الفارم مانجمنت. الفارم مانجمنت ده لازم يبقى عندي جريني، لازم يبقى فيه جريني، تمام؟ هي ما بتشتغلش غير بدي اصلا، فانت بتحددها وبتقول له اشتغل. بس هو الجريني ده كله اللي هو البتاع ده، ده كده، ده كله بيتحط فيه الحبوب اللي انت هتزرعها، يتحط فيه مثلا الفيرتلايزر اللي انت هتحطه في الارض، يتحط فيه الميه، الكلام ده كله. هو بياخد الحبوب يزرعها على نوع الطيب بتاع كل واحد فيهم، يعني مثلا النوع ده مثلا كورن اللي هي الذره، هو بيروح ياخد حبوب الذره يزرعها ويحط الفيرتلايزر بتاعته ويحط الحاجات دي كلها، تمام؟ ده كده بالنسبه للفارم مانجمنت. خلينا نشوف اللي بعدها. لو جيت مثلا على في بعدها كرافتنج تيبل. كرافتنج تيبل اوتو بلاي، طبعا هنا المفروض ان هي بتظهر كل الورك شوبس اللي موجوده عندي، او كل الكرافتنج تيبل اللي موجوده، بس طالما ان في واحد مستخدمها مش هتظهر هنا. يعني مثلا على سبيل المثال دي مش موجوده مع حد تاني، حلو؟ بس ده معاه الاوتو، الاوتو بتاع الكرافتنج تيبل، فهو ظاهر ده وظاهر ده، تمام؟ لو رحت مثلا على ده، ده المفروض ان هو ما هوش اي حاجه خالص. لا بصوا، ده معايا برضو، بس هو معايا بتاعه الحديد، ودي اللي هي البليس، دي اللي هو مش مع حد تقريبا، دي اللي معهاش اي حاجه. نفس القصه برضو، ظاهره حاجه مش مظهره مع ده. طب ايه، مفيش حد مش شغال برضو؟ خليني انا عايز حد من الناس اللي انا لسه متيمها. المفروض ده يعني، هي بص، هي وصلت الفكره عشان ما ادورش كتير، بس هي الفكره كلها. او انا اقول لكم على حاجه احسن، كان برضو ايه يعني شايفينها احسن. ده المفروض ان هو موش ورك بنش، ولا تقريبا معايا، تصدقوا معايا. تمام. بس بصوا هنا العدد مختلف عن التانيين، يعني ده دايما ظاهر، دايما ظاهر، بس ده معاه اتنين بتوع الكوكينج، التانيين واحد معاه بتاع الفرن، وواحد تاني معاه مثلا بتاع العظم، وواحد مش عارف بتاع ايه كده، يعني دي الفكرة كلها. اللي بعدها في ايه تاني؟ في البريدنج، البريد والستيتر مانجمنت ده، طبعا برضو مش هتظهر لان هي نفس الفكرة بتاعت الجيني بالظبط. لازم يكون عندك الفارم دي، اسمها بريدنج فارم. بريدنج فارم دي اي حاجه في الرينج موجود لها فارم، هو اوتوماتيك بيعملها، تمام؟ فارم زي ايه؟ مش فارم لاند، انا اقصد الفارم زي مثلا بتاعت السمك بتاع البرونه، هو بيطلع السمكه وبيقتلها وبياخد اللحم وبيعمل كل حاجه. نفس القصه هنا، في الكباره بيطلعوا ويقتله وبياخد منه اللحم والعظم والكلام ده كله، نفس الفكره بالظبط في التركي. الصراحه ما اعرفش لحد دلوقتي ايه اللي هو بيتعامل مع العسل ولا لا، بس تقريبا لا، لان العسل زي ما هو ما اتغيرش يعني. فبس هي دي الفكره، يعني ان هو بيتعامل مع الثلاثه دول بالظبط، تمام؟ طبعا لو وقفت على كل واحد من دول انت بتتحكم في ان هو يحط قد ايه ويحط امتى ويحط نوع الاكل اللي هيحطه، تمام؟ دي كده في البريدنج فارم. خلينا نشوف اللي بعدها. اللي بعدها حاجه اسمها كامب كيب اب، دي المفروض ان انا طبعا هي عشان موجوده مع واحد فما ينفعش استخدمها تاني، تمام؟ فكامب كيب اب دي لما بدوس عليها بيقول لي ورك لوكيشن، بيظهر لي البون فاير اللي مش يعني ملهوش حد بيستخدمه، تمام؟ يعني خليني مثلا اشوف ده مين اللي مستخدمه. ده مشكلة ان الاسامي مش ظاهرة، انا مش عارف ليه. خليني اوريه لكم سريعا كده لو هو قاعد هنا، يعني اهو هو ده. طبعا انا ده لو فتحت كده، في هنا حاجة اسمها كيب اب بيز 2 ان. 2 ان ده او البيز ده، يعني ده اسم البيز اللي انا قلت له يهتم بيه. طيب دي فكرتها كلها ايه؟ فكرتها كلها ان هو لو هنا مفيش حاجه بتتحرق في البون فاير، يعني البون فاير مش شغاله، هو كل واجبه او كل قصته كلها ان هو يروح ياخد من الاستورج حاجات ويروح يحط، يعني بيقعد فول من الاخر، بيحط اي حاجه من الليست اللي ظاهره دي. يعني الليست دي انا مجرد ما بقف هنا بيقول لي الليست دي هتاخد ايه بالظبط، تمام؟ يعني اما هحط ساتش او برانش او تري بارك او لوج او ايا يكن من الحاجات الموجوده دي كلها،
هو كل فكرته ان هو بيخلي البون فاير شغاله، بس هي دي فكرته كلها. خلينا برضو لو جيت هنا، هنا بتقول له ال اتش بي ستريت هول اوف بيلدينج اوتو ريبير، ده في المنطقه كلها. لو على سبيل المثال ان البون فاير وقف، المفروض ان كل حاجه في الرينج بتاعها بتتدمج. طالما البون فاير مش شغال، كل الفاونديشن والوول كل حاجه بتتدمج، تمام؟ فهي بتتكسر من الاخر. ده الكلام ده طبعا لو في السيرفر بتاع الاوفيشال، لان عشان حد مثلا يحط بون فاير وبتاع ما يخليش حد يبني، فلا انت لو مش مهتم بيها او ما فيهاش اي فول ممكن يوم تتكسر. ودي حصلت معايا اول مره دخلت السيرفر الاوفيشال، اول مره اتكسرت، تمام؟ فدي كده كانت شرح بتاعه الاب كيبنج. فاضل اخر حاجه اللي هي ماين اكسبلوريشن. طبعا دي حاجه تبع الايرون وعلامات انت بتلاقيها، يعني مش علامات، هو زي بليس كده مكان انت بتاخده ليه وتقول له اشتغل هنا. طبعا ده لسه في منطقه البركان، فانا لسه ما فتحتهاش اصلا ولسه ما رحتهاش، تمام؟ بس هي نفس الفكره، متعلم عليها وتقول له ورك لوكيشن، بتدوس عليه وتعمل سيف، هو بيروح يشتغل وخلاص على كده، تمام؟ دي كده كانت وظيفه الورك. طبعا الريسيت لوكيشن ده الفكره كلها انت لو دوست عليها، لو هو مثلا مستك في حته، مزنوق في حيطه، مرصوصين ورا بعض، دي بتحصل كتير، انت بتعمل ريسيت لوكيشن وبتقول له اتنقل هنا بس، شكرا على كده. طبعا هو لو واقف هيجي يقف هنا، بص هو قام راح قعد تاني. فدي بتنفع كتير يعني، حته ريسيت لوكيشن. في جايد اوثنتيكيشن سيتنج، دي صراحه انا ما جربتهاش قبل كده خالص، تمام؟ بس اوبن بيهيفير سيتنج، انا بص انا ما جربتهاش يعني، انا ما اعرفش بتاعت ايه، بس مش عارف، بس انا الصراحه انا مجربتهاش، بس هي يعني هي صلاحيات، بس بتاعت ايه انا ما اعرفش، تمام؟ في بقى الحاجه اللي اسمها بيهيفير سيتنج. بيهيفير سيتنج ده كل حاجه خاصه بيه هو، يعني مثلا خلينا نبتدي من تحت عشان الاسهل. في انيبل اوتو باندج، دي لو هو الدمج مثلا بتعمل فايت او الكلام ده كله وعطيته الباندج اللي هي بتاعت الهيلينج، لو هو معاه في الشنطه هو اوتوماتيك هيستخدمها، تمام؟ وفي اوتو درينك نفس الفكره، هيشرب لوحده. اوتو ايتينج هياكل لوحده. في اتاك سيتنج، اتاك سيتنج هم ثلاثه بس، يا اما باسيف لو الدمج هيجري، يا اما اجنور هيفضلوا يضربوا فيه لغايه ما يموت او انت بقى تلحقه انت ونصيبك، يا اما باسيف اتاك ابتدى يعني اللي هو يعني ايه، هتاتك وفي نفس الوقت ايه هيهرب، يعني ولا دي ولا دي، تمام؟ فانا بقول له اجنور، فهو كده كده بيأتك معايا يعني. في من الاوبشنات الثانيه في فلو ديستنس، انا بقول له يعني تقرب مني قد ايه وتمشي بعديه بقد ايه، انا ده بيبقى قريب، دي المساحه اللي هو هيبقى ماشي وراك قد ايه، يعني دي قريب، دي متوسطه، دي خليك بعيد عني شويه، نفس القصه، تمام؟ لو جينا على الباتل ستايل، باتل ستايل النوع اللي هو هيلعب بيه ايه؟ يعني هنا نورمال عادي يدمج واعمل ديفنس واتاك ومش عارف ايه والكلام ده كله. ممكن هنا يبقى ديفنس، دي بتنفع طبعا في البي في بي، ان انت ده بتقول له الباتل بتاعك الديفنس، يبقى انت لو في اي طورات في اي حاجات بتاعت الكروسبو والكلام ده كله، هو اوتوماتيك هيروح يقف هناك ويعمل ديفنس عن البيس، تمام؟ طبعا الرينج ده بتبقى نفس القصه، بس ده هيلعب بالبو بس ولازم يبقى معاه البو، تمام؟ النورمال اللي هو بيغير بينه وبين الاسلحه كلها، بيلعب بقى رينج على اي سلاح موجود في معاه في شنطته هو هيلعب بيه، تمام؟ دي كده كانت سيتنج. طبعا الرينيم ده لو انت عايز تغير اسمه، وده الاسم يعني ده اسمه هو، وده اسم اللي باللون الابيض اللي ظهر فيه، يعني مثلا ده ويبن ماستر اهو، الازرق ده اسمه هو نفسه، والويبن ماستر ده يعني زي اسم اضافي كده اللي هو ايه، يعني مثلا ده وورير، ده ويبن ماستر، عشان ابقى عارف بس، يعني ده اختصار لمجموعه مثلا او جروب او حاجه زي كده. طبعا اخر واحده ديسميس، دي انا مش عايز ادوس عليها طبعا، المفروض انت بتسيبها لغايه ما تحمل خالص، بتحول اللون الشفاف تدوس عليها، انت بتقول له اطلع بره الكلام، تقول له اطلع بره، اطرد بره الكلام، تمام؟ فدي كده كانت يعني باختصار، او مش باختصار يعني، انا تقريبا شرحت كل حاجه بالتفصيل، كل حاجه ليها علاقه بالترايب مينز، ازاي بيعمل كرافت، ازاي بتيمه، يعني تقريبا كل حاجه بالتفصيل.
طبعا انا بفضل لما تيجي يعني تتحكم في كل واحد من دول. خلوني اقول لكم بس اختصارات سريعا كده. انا لو دوست التاب، انا قلت لكم على الاختصار دوت، المفروض ده بيظهر كل واحد فيهم او كل الناس اللي موجوده عندك، تمام؟ طبعا انت لو دوست على اي واحد فيهم هو بيوريك الانفنتوري بتاعته عامله ازاي، بيوريك كل حاجه. ده لو انت فاتح الايتمز، التاب بتاعت الايتمز، تمام؟ لو فتحت مثلا التاب بتاع الورك لنفس القصه، يعني مثلا انا عايز مثلا حد يشوف مثلا حد مش شغال، يعني مثلا ده بيعمل كرافتنج لحاجه معينه، شغال مثلا فلترايزر وبعد كده بيسيح حديد، ده شغال مثلا في لوجنج بس بيجمع كل الانواع دي، شغال في حاجه اسمها لوجنج يارد. فانا ممكن اقول له مثلا ارغي، لا انا مش عايز اجمع ده مش عايز اجمع ده، تمام؟ هي دي الفكره كلها يعني. في بقى تبقى تانية اللي هي حرف الاي، دي بتظهرهم لك كلهم بكل الاوبشنات بكل السكيلات بكل حاجه فيهم، تمام؟ يعني مثلا على سبيل المثال ده كلاود ترايب، ده مع السكيلات بتاعته، دي السكيلات الباسيف، دي النيجاتيف، الحاجات الحمراء كلها تبقى نيجاتيف، بيبقى في حاجه طبعا مش حلوه خالص، تمام؟ في هنا علامات، طبعا العلامات دي الاحمر او الجولد، دول اقوى اتنين او احسن اتنين، بيبقى السكيلات بتاعتهم كويسه والابيلتيز بتاعتهم كويسه، تمام؟ في بقى البنفسجي، وفي قبليه الازرق، وبعد كده في قبليه الاخضر، بعد كده اللي ما فيهوش علامه خالص ده الكومون، اللي هو الحاجه عاديه يعني، ده مثلا اوت كاست بتاع، فحاجه تعبانه يعني، تمام؟ بس في ناس يعني مش تعبانه قوي يعني شغال برضو، بس دي هنا بتقدر تتحكم فيه بشكل احسن. هنا الطريقه مثلا، هنا بقول له بس في اتاك عادي، اتك لو حد هجم عليك دي اجنور، او دي اهرب ما تعملش اتاك. هنا بقى اختصارات ليه، هو اللي هو يعني بتفتح الايتمز بتاعته او تشوف البريفرنس بتاعته، جو ماستري اللي هي السكيلات بتاعته نفسها، جول ستيتس دي ما جربتهاش الصراحه، ودي جو ورك ان هو يفتح صفحه الورك. جو ستيتس دي الصفحه اللي هي الاولانيه بتاعت كل شخصيه يعني. لو هنا هنا بقى بتقول له مثلا ممكن تعمل له ديبلوي تخليه يجي وراك، او توقف الشغل، او تعمل له مارك، او تقول له اطلع بره من هنا يعني. هنا ممكن تتحكم في كل حاجه، في كل حاجه تبع الترايب، تمام؟ طبعا الاسكيلات دي في منها انواع كتيره جدا، في طبعا في حاجات منها حلوه وحاجات وحشه. في سكيلة وحشه جدا جدا يعني، لو مع حد لو حد فيهم معاه والترايب بتاعه بيبوظ، الافضل انت تمشيه زي ده يعني. ده مثلا لو المود بتاعه نزل هياخد 3 ويمشي، صباح الفل، بوظ لي الترايب كله، تمام؟ فطبعا ده ايه يعني، الشخصيه بتاعته ها شغاله، هو في النص، ولا مبسوط ولا زعلان، هو شغال وخلاص. فالمهم يعني دي كده كانت الحاجه بتاعته، زي ما قلت لكم وشرحنا الحاجات دي، كل واحده فيهم ليها كاب وبتختلف من شخصيه للتانيه، وكل ما بتعلى فيها بيبقى افضل. طبعا الماستري دي انت بتغير ده عمود لكل سلاح، كل ما بيطلع في الليفل او كل ما الماستري يعني، مثلا اللون اللي بالاحمر ده الحد اللي هيقف عنده، تمام؟ يعني مثلا العلامه دي كده بيقول له ان انا اخري في الليفل الحته دي، يعني مش هينزل للسكيلات اللي بعدها، تمام؟ يعني مثلا ده دي السكيل دي مفتوح، هيفتح دي وهيفتح دي عادي خالص، وممكن يفتح دي، انا مش عارف هيقف عندها ولا لا، بس هو تقريبا مش فاتح ال 120 فهو هيقف عندها مش هيفتحها يعني، تمام؟ هي دي الفكره كلها يعني. مثلا على سبيل المثال لو فتحت شخصيتي هتلاقوه مثلا واقف تقريبا في كل حاجه في النص، يعني اخره هنا اهو، مفيش سكيلات هنا هتتفتح، تمام؟ فبس يعني اتمنى تكون شرحت لكم كل حاجه سريعا كده، كل واحده فيهم ماشيه ازاي، تقدر تتعامل معاه ازاي والحاجات دي كلها. طبعا هو في حاجات تانية بس انا مش هقدر اشرح كل ده، لان احنا طولنا في الفيديو، المفروض ان هو فيديو صغير، بس انا عارف ان ده يعني يعتبر شرح بالتفصيل لكل واحد فيهم، او ان انت ازاي تتعامل مع كل واحد فيهم عشان يخلي الموضوع اسهل يعني من كده. فبس يعني عشان ما اطولش عليكم، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك، لو اول مره تشوف فيديوهات وحابب ان انت تشوف فيديوهات ليها بعد كده ما تنساش تعمل سبسكرايب، ولو حابب ان انت يجي لك اشعار بالفيديوهات اللي انا بنزلها بعد كده ما تنساش تفعل الجرس عشان يجي لك اشعار بكل فيديو. واشوفكم على خير في حلقه جديده، مع السلامه.